الآن مدينة مشهد مدينة مقدسة، والبياض يغطي عليها الثلوج البيضاء، الثلوج البيضاء مغطية مدينة مشهد المقدسة. 20 فبراير 2019. طبعا حمله المجتبى طرشت لنا ملائكه على هيئه بشر وخجلونا باعمالهم الجليله. شكرا لكم. مثل ما تشوفون الثلوج مغطيه، يعني صراحه كاني انا في لندن يكلسني اقعد من الصبح عند بيتنا كذي.